بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الياقوتي رئيس عصب السلسة في لد لرياضة الكيك بوكسين المواي طاي الصفات للمماثلة نائب رئيس الجامعة تحت إشراف الجامعة الملكة المغربية لرياضة الكيك بوكسين الصفات للمماثلة. نظمت عصب السلسة في لد تدريبا بمدينة مكناس. تدريب كان خاص للفئات الصغرى والفئات الشابة والكبار. هذا التدريب كان متعطر الأستاذ أحمد برا عضو اللجنة التقنية الوطنية، وكان واحد التدريب في رياضة المواي طاي اللي هو كان في مستوى عالي واللي حضرت له جميع الأندية المنخرطة بالعصبة بجهة فاس مكناس. كذلك حضروا الإخوان ديالنا من مدينة فاس. واحد التدريب كان عالي، المهم الجميع المشاركين استفدوا في هذا التدريب، وإحنا الهدف ديالنا هو أنه نمشوا من هذه رياضة الكيك بوكسين من حسن إلى أحسن. والحمد لله اللي كان خصها فروا به هو أنه رياضة المواي طاي الحمد لله دخلت فيها الأولمبيات، وإن شاء الله غادي نقول الكلمة ديالنا كعصبة وكجامعة. وبهذا من هذا المنبر كنشكروا السيد رئيس الجامعة والسيد رئيس المؤسس على الاعتناء بهم بهذه الرياضة، وكنشكروا فاس تي في على الاعتناء ديالها اللي تحملت عناء السفر من مدينة فاس لمدينة مكناس، وعلى راسها الأستاذ ديالنا السي محمد بن يحيى، وكنشكروه كثيرا. وكنقول له المسيرة الرياضة ديالنا ديال رياضة المواي طاي لأنه راه عطاها واحد الشيء الكثير، لأنه راه هو اللي بينا هذه الرياضة. وكنشكروه ونشكر الإخوان ديالنا اللي معاكم كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.